ما في مستحيل، لكن كل شي بإيده للعالي القدير. ساكن عينينا مبارك إيدينا، هو بيقرر وحده وبإيده المصير. تذكر إنه نحن صغار لكن هو كبير. الله 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 يا طبيبي، الله 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 يا طبيبي. مشوارنا اليوم طبي وفني، كيف الطب والفن بيجتمعوا مع طبيب مكرس حياته لخدمة المصابين بأورام خبيثة عند الأطفال. دكتور بيتر مون بيرافقنا اليوم بمشوار حياة بلش بحب الأهل وهوس الحماية بسبب مرضه بطفولته، ومكمل برعايته للأطفال المرضى اللي صاروا بمثابة أطفاله. شو رح يخبرنا؟ تابعوا معنا هالمشوار من الأول. هيدا الكلينيك. هون الكلينيك. ايوه. بونجور، ثلاثتكم وصلتوا. سالو لي في. سابين اليوم كلهم بنات. سافا؟ بونجور. هاي. كيفكم؟ يلا هلا بنرجع لكم انا والحكيم. هاي وين باوسي؟ وين باوسي؟ ريتا. جود. تفضل. يعني اليوم حكيم بدنا هيك نقضي معك نهار طويل. اهلا وسهلا. رح نتعرف فيه خلاله على اول شيء علاقتك مع هالاطفال، كون اختصاصك اورام الدم والاورام لدى الاطفال خاصه. قديه صعب انك تشوف طفل عم بيتعذب قدامك؟ كتير صعب انك تشوف طفل عم يتعذب، بس وقتها بدك تفكر انه انت هلا هالعذاب مرحله ونحن في وراء شفاء، بتنسى العذاب اللي هلأ عم بتشوفه، بتقول هاي مرحلة مع أنها صعبة. صعب كتير وقت تكون عارف أنه عم يتعذب ومش قادر تعمل له شيء. هون الأصعب كتير لقلنا للأهل للولد ولقلنا نفسياً. الناس ما بتعرف قدين نحن ممكن نكون متضايقين جوا أنه وجودنا مش كتير قدم أو أخر، بس وقت العذاب مرحلة ونحن عارفين أنه هورا العذاب في شفاء أكيد غير إحساس. طيب مع الطفل مش أصعب التعامل لأنه ما بيعرف يعبر لك شو وجعه، أو أنت خلص الحالة معروفة من التاست اللي عملتهم؟ لا، نحن بنفهم على الطفل وجعه ونفهم كل شيء، يعني اختصاصنا وشغلتنا بنفهم أمتين متضايق، بنفهم أمتين موجوع حتى لو مش عم يحكي. نعم. كيف هيك بتقدر تفصل بين حياتك الشخصية وبين هم مريض عندك عطلان همه حالته عم بتسوء؟ مش كتير بفصل. ايام بيلحقني الوجع وايام الوجع بيلحق عائلتي، لانه ما فيك مش كبسة زر انه لا ظهرت من المستشفى نسيت، لا بضل الهم وشو ممكن بعد اقدر اعمل وشو بعد بدي شيل وشو بعد شو بعد، هل ممكن يكون غيب عني شيء، انه لا بضل لحقني الموضوع. يعني شفت نحن ودخلين كيف ناطرينك مناطره بالكلينيك وهيك هجموا عليك لحتى يبوسوك وهيك ينطروا منك، في منهم ناطرين منك انك بدك تدلجهم، عارفين انه هلا انت رح تدللهم. مزبوط. وهن ما بيخافوا مني ومعودين علي لانه بشوفوني كثير. هلا على العياده قليل تنجي او قليل تولاد الكانسر يجوا على العياده لعندي لهون، هون بشوف اطفال عادي عندهم حالات عاديه هون. يعني ما شو يعني حالات عاديه؟ بس انت كل طبيب اطفال اورام. اصلا طبيب اطفال. طبيب اطفال. نحن بندرس طب عام، بيرجع بندرس طب اطفال، بيرجع بندرس فوق طب الاطفال اختصاص امراض الدم والاورام لدى الاطفال. انا طبيب اطفال وبحكم اولاد عاديين وما بهم شيء، جايين يعملوا طعومات وكشفيه عاديه. بشوفهم هون بالعياده. قليل كاولاد السرطان يجوا لهون لانه ما بحب اولاد العاديه، بتعرف دائما ايام رشح وغريب وهيك ما بحب يجوا يلقطوا معهم. اليوم بس حاله استثنائيه لانه اليوم بس اولاد السرطان. حكيم انت بتعرف انه بالطب الحديث
صار مفترض يبلغوا للمريض شو مرضه بكل صراحة. بالأول كانوا يخبوا عليه لأنه بيعتبروا أنه نفسيا بيتدمر وهذا ما بيساعد أنه يشفى بسرعة. قدي موقفك صعب لما بدك تقول للأهل من بعد دغري أول فحص أنه عم شك أنه ابنكم أو طفلكم الصغير مصاب بسرطان؟ موقف مش بس صعب، موقف أنا بسميه مثل الزلزال. يعني عائلة عم تخبرها أهم شيء بحياتها أولادها ابنها أو بنتها أنه في معهم سرطان. قد ما قل لهم نحن بالسرطان عندنا نسبة الشفاء تتخطى 80% بس مش 100% للأسف، بس قد ما قل لهم عندنا نسب عالية من الشفاء أو شيء، خلص أنه الواحد بيشوف الدنيا سوداء، بيشوف زلزال، بيشوف إعدام. اي مش هيك كانوا ناطر الإعدام. وبتشوف وبيحكوك الأهالي أنه أنا دغري بقل لهم أنه انسوا كل المشاكل اللي حوالها المرض اللي هي أغلبيتها مادية واجتماعية. نحن حدكم من جمعية كيدز فيرست وأنا شخصياً والمستشفيات اللي نحن فيها، لأنه دغري كمان الواحد الزلزال بيفكر فيه من كل شيء. يعني عم لك بق بالدهور بيقول لك أنا مني قادر، بعرف الكانسير بيكلف كتير، يعني رجعوا أول شغلة سرطان، ابني معه سرطان أو بنتي معه سرطان، شو هالمصيبة؟ وبعدين دغري بتجي الفكرة بس طب أنا قادر عالجه ولا مني قادر عالجه؟ شيء مش مقبول، بس بنجرب قد ما فينا نسهل ونبسط الأمور. يعني هلأ لحتى نكون عم نحكي كتير بصراحة ونفتح قلبنا بالحديث، كتير صعب مثل ما بتعرف بلبنان إنه الإنسان يتعالج، حتى كشفية الحكيم كتير غالية. يعني مش مظبوط، ما بوافقك، يعني تقريبا. وأنت شفت مع الأهالي، يعني أنا بيتفاجأوا أيام الأهل إنه ولا مرة قابض منا. ما لا مش مزبوط انه الصيت اللي طالع على الحكمة انه الكشفية اقل شيء الحكيم بالموضوع، مش عم دافع عن الاطباء او انا خاصة، لانه انا شق المادة مع مرض السرطان ما ببحثه ابدا، لانه بالعكس انا بساعده. يعني انت وبعض الاطباء حكيم تنقول الاكسبسيون على راجل، بس هذا شيء واقع موجود، والادوية غالية موجود، والادوية غالية. فمشان هيك بتصور فكرت بانك تعمل جمعية لحتى تلم لهم مساعدات. يعني انت ما عدت لعب الدور الحكيم وفقط، روحوا شوفوا شو كنتم تعملوا بالبيت. مزبوط. صرت عم تلعب دور راعي، تعطى الهمهم، تشوف كيف بدك تأمن لهم المبالغ. يعني عم تحمل أكثر من هم بإيد وحدة. كيف قدرت تتأقلم مع هالموضوع؟ وكيف طلعت عبالك فكرة أنك تعمل كيدز فيرست؟ القصة بترجع لأكثر من 15 سنة، وقت مريض بمستشفى الجايتاوي، هو مريض من مرضاي، حكي بجريدة وبأعلان أنه أنا ما بقى قادر، يعني ساعدوني، إنه كلفة العلاجات عالية. وحكي كتير منيح عن المستشفى وعني، نحن عم نساعده قد ما فينا بس بالآخر في كلفة. وقتها قريت الأرتيكل مرت سفير سويسرا بالوقت، يعني بالألفين وثلاثة أربعة، كمدام مايا ليتشر، وإجت اهتمت هي صارت تساعده، إنه مرت سفير جوزة ملهي، هي إنه حبت تجي تساعد، تقوم بعمل إنساني، تقوم بعمل إنساني. بلشت بأول ولد، شافت حد لهالولد ولد، شافت حد الولد ولد، كبرت المشن، كبرت بس انه كانت عم تساعدهم هي من جيبتها الخاصة. بلشت بعدين تشوف اصحابها، بعدين انه لا لازم نخلق جمعية، وخلقنا الجمعية. كان من مؤسسينا نحن كأطباء وهي وممرضين وممرضات من القسم واهالي مرضى، يعني هن الدعم الأساسي المعنوي والشق اللي بأول جمعية هن المرضى. هلأ صار قسم كتير كبير من الجمعية هن السيرفايفرز، اللي قلنا صحوا هلأني وهن الحمد لله. فورا هيك كمان صار كبرت الجمعية، كتروا الأولاد، بدك مصاري. إنه كمان هون توجهنا لمؤسسة الوليد بن طلال والست ليلى الصلح، اللي هي من أول تأسيسنا هي الداعم الأساسي وعرابت هالجمعية من 15 سنة لليوم. كتر عدد الأولاد كتير، ما بقى في حتى مؤسسة واحدة تهتم، يعني مصدر غذاء لهالجمعية. يعني صرنا من 10 سنين كمان زيادة عن أكيد المساعدات الأساسية اللي بتجينا من ست ليلى الصلح معالي الوزيرة ومؤسسة الوليد بن طلال، صار بدنا نعمل أكتيفيتيز كمان وحفلات. نعمل حفلة سنوية بكازينو لبنان وحفلات صغيرة بين هون وهون، وناس بيجربوا يساعدوا شوي شوي، لأنه دايما بقول لهم بحصة بتصنط خابية، لأنه كتر العدد كتير. صحيح. يعني من أول ما بلشنا لليوم صرنا محكمين فوق 1200 طفل، وما ننسى إنه كل واحد ممكن يوصل كلفة علاجه. نحن نقول أمويان، يعني
50,000 يعني في منهم ممكن تروح لل 100,000 منهم 20-30,000 وشوف الأرقام ضربهم بأرقام الأولاد الموجودة مش قليل. نشكر كتير المؤسسات الضامنة ووزارة الصحة وكل المؤسسات الضامنة الموجودة اللي كتير عم تعمل جهد كمان، بس للأسف ما عندنا حدا عم يقدر يغطي 100%. الوزارة ما بتغطي مرضى السرطان؟ بتغطي وقت دخولهم على المستشفى 80% من الفاتورة، وفي فحوصات ما يعني جديدة كتير وغالية بعد، يعني حتى ال 20% هني مبلغ يعني. والأدوية كمان بتغطي قسم منهم بجموع من الكارانتينا، بس في قسم كتير مش موجود. يعني ال 20% اللي هو بنقول 20% بس عم يوصل ل 30 و40% أيام من الفاتورة، أكيد ولا أهل. أنت عم تحكي فترة علاج بتتراوح مينيموم 6 أشهر لحديت 3-4 سنين، هيدي أول مرحلة كمان، ما حدا بعدين في متابعة، ما حدا بيقدر. منشان هيك نحن من الأساس منقول لهم ما تعتلوا هامش المادة، مع أنه عبء علينا كتير كبير، لأنه مش دايما وخاصة إلنا 3-4 سنين نحن عم نشوف الوضع الاقتصادي بالبلد قد مذري، يعني حتى المتبرعين عم بيقلوا هيدي المشكلة. مظبوط. والجمعيات كتروا كتير لأنه ما في مرض ما صار بده مؤسسة وراه، لأنه الدولة عم تعمل قد ما فيها يمكن، بس أنه بعد بدك كتير شغلة منا هينة أبدا. هون بحب ضوي على شغلة يعني حضرتك بكون عندك علم فيها أكتر، ليش نحن مش قادرين نغطي كوزارة 100% هيك أمراض صعبة ومزمنة يعني بتاخد وقت لعلاجها؟ وشو برأيك شو نصيحتك للقطاع الخاص الطبي لحتى يتحسن؟ قطاع الخاص الطبي كتير منيح. نحن الطب بلبنان نحن عنا نسبة علاج وشفاء مثل البلدان المتطورة جدا. نحن مثل واحد عم يتحكم بلبنان للسرطان عند الأطفال أو السرطان ككل، عندك مثل هون كأنه بأوروبا وكأنه بأمريكا. يعني هلأ في الأدوية اللي كتير بعدها يمكن دراسات ما وصلت لعنا، وياما أيام هاي الأدوية وصلت لعنا قبل ما تسوقت بأوروبا. نعم. ما بحب يقول إنه نحن عنا مش موجود، عندنا كل شيء، بس الكفاءات الطبية، كفاءة التمريضية، كفاءة المستشفيات، المكانات الموجودة بتروح على أوروبا وأمريكا. بيت سكان، أنا وقت كنت عايش هوني كل مؤسسة كل منطقة طويلة عريضة تحق لها الدولة تجيب لهم بيت سكان. نحن كل شارع صار فيه، مش هيدا الهم. نحن هون الهم الغلا، إنه ما حدا بيقدر يكفي وحده إذا ما في وراء مؤسسة أو دولة أو جمعية أو أو أو، بس كل شيء موجود. نعم. بما يخص اللي عم تحكي حضرتك، ليش ما بيصير في مثلا تخفيض لهيدي الأسعار؟ هل قد هي مكلفة ليجيبوها من برا؟ أكيد أكيد مكانتها، ووقتها مثل ما قلنا أنه نحن بلبنان العدد قليل، يعني المكانة كمان تتشتغل ويضل عندها صيانة، إذا عم بحكي عن مكانات التصوير أو التجهيزات اللي من شان التشخيص ما بدها صيانة، كلفتها كتير غالية وهي غالية. نعم. الشيميو حكيم كنت عم تحكي، هلا اكثر واكثر عم يصير غالي، لانه هلا اكثر واكثر رح نروح على السيبلي. نعم. وعلى الاميون ثيرابي وعلى قصص جديده طلعت كثير، عم بيكون اسعارها كثير غالي. عم بتقول رح نشوف، كنت عم بحكي شوي مع الاولاد قبل ما توصل حضرتك وقالوا لي ما بيحسوا بالشيميو، يعني انا بعرف بالعكس انه مزعج للمريض. هل الولد يعني لأنه مو بيفكر كتير ما بيعطى الهم بيشوف الشغلة خفيفة عليه؟ لا، ورح تشوفهم وشفتهم إنه شعرهم هارر وهيك، ما بقى الولد مش مثل الكبير، ما بعقد القصص، إنه بس خبروا الحقيقة مثل ما حكينا بأول الحديث، إنه لازم المريض يعرف شو ما كان عمره، لأنه إذا ما عرف خاصة المراهقين اللي بيكونوا بين 10 سنين وال20 سنة، انه هذا ولد هلا نيه على الانترنت بيعرف اكثر منك كل شيء بالدنيا. صح، بيعرف كل المعطيات. انه جاي انت تخبي عليه وتقول له رايح على المستشفى وتضربه باوضه معزوله، تقول له ما بك شيء، طب انه ما حيصدقك، حتفرط الثقه بينه وبين اهله وبين بين بين طبيبه وبين المستشفى، ما بقى في ثقه، ما بقى يصدق منك شيء. طب كيف تدعمونه نفسيا؟ لازم نحن اول شيء وقت نحن حدك نخبره الحقيقه، اول دعم نفسي هي الحقيقه. نعم. وقت يعرف الحقيقة ويعرف أنه في نتيجة من وراء هالتعب، هيدا أول دعم نفسي. وأكيد بعدين منجرب أنه نقول له رح تضلك بالمستشفى، عنا جمعيات بيساعدونا منشان تنقدر نضلنا نكفي الدرس، عنا جمعيات بيساعدونا للنفسية، للعب، كلون، قصص. يعني بدلك جرب تعمل شيء كمان يغير له لنفسيته، بس الأساس هي الحقيقة. نعم. حكيم، هيك بآخر سؤال بسألك إياه بهالفقرة، حسب ما عم تحكي حضرتك وحسب ما مشوف حياة الحكيم ما عنده حياة اجتماعية، كيف انت بتقدر
ترجع تاخذ طاقة لحتى تضلك بهيدا الزخم بهيدا العطاء بهيدي المحبة؟ بسأل حالي أيام، ما بعرف، بسأل ربي كيف أعطيني القوة، لأنه ياما أيام بكون خلص إنه بحس حالي راح أفرط، بدي شوي وبفرط، لأنه أنا مثل ما حضرتك قلت قبل شوي أنا مني بس حكيم، يعني في اللي بس حكيم أصلاً متعب لحاله، إنه أنا عندي مسؤولية جمعية، اللي مسؤولي هالجمعية حالياً عن 150 عائلة اللي بدك تضلك موصل لهم حقوقهم كاملة، أقل تقصير صار ما فيك مشكلة. فعندي كتير هموم، بس نعم. الله العاطل نعمة الإيمان الصبر محبة هالولاد وأهلهم، يعني بقول خلاص أنا حطيت حالي بهالطريق بدي كفي، بس إيه بقشط كثير يعني. ما فيك تشوف ولد بعده عم بيعاني وتقول بدي استسلم أنا كمان، لأنه هو بحاجتك، يعني أنت مهمة بي عم تلعب. أكيد إيه، بي طبيب، بي طبيب، والبي ما بيقدر يترك ابنه أبدا بنص الطريق لأنه هو تعب. يعني بنعرف أنه أنا بضلني جرب أنه بركي بعد في شيء وعم يطلع أدوية جديدة كتير وقصص، بس مثل ما قلنا أوفر غالية وهي، بس أنه بس بالآخر الواحد كمان ما في يواجه الحقيقة. نعم. يعني أنه وقت يكون ما بقى لنا شيء نعمله لازم نريح الولد وأهله، كمان لازم نكون واقعيين يعني. طيب نحن هلأ حكيم رح نوقف نحكي طب، رح نقضي نحن وياك نهار بعيد عن هالهموم والمشاكل ببيتك كزوج كأب وكفنان، هالشغلة اللي ما بيعرفوه عنك مشاهدين، ولهالسبب نحن اخترناك ببرنامجنا من الأول بين الأطباء لحتى تكون ضيفنا، أو بالأحرى نحن ضيوف عندك. قبل ما نروح على البيت ونعيش هالنهار بدنا نشوف هالعلاقة الحلوة بينك وبين الأولاد اللي ناطرينك برا بالكلينيك. تفضل. يلا ني رح نتعرف. شو الحلوين؟ اولادك هلا من غير شر. ايه مين بده يلعبنا معه اليوم؟ بونجور. هاي راترود، هاي سيلين، هاي ميلاني. مين ميلاني؟ موا. وي ميلاني. نو سيس با جوي سيت ان ميكرو. وي ان ميكروفون مي ان بلاستيك. ان بلاستيك سي اون دو دو سي جولي. انت بتحبي لما تجي لهون؟ وي بس اول مره. هاي اول مره بتجي لهون؟ وي. وين بتروحي؟ وين بتروحي لتشوفي دكتور بيتر؟ بالمستشفى، بيستفيد منك بالمستشفى. بتخافي لما تروحي على المستشفى؟ نو. شو بتعملي هوني؟ لا شو بتعملي هوني؟ بلعب مع سيلين، بنجنيني وقت يكون معنا الياس، بنجنيني المستشفى. بتجنيني المستشفى؟ ايه. اوه قد. وانت شو اسمك؟ سيلين. سيلين. نحن طبقنا بالنافيام. انتو بالنافيام. سيلين لما بتروحي عند دكتور بيتر قد ايه بتحبيه خبريني؟ كثير. بتحبيه؟ قد ايه؟ كثير؟ كثير كثير؟ وانا كمان اكثر. لما بتاخذوا الدواء شو بصير؟ الوجع شيء؟ لا. ما في وجع؟ الحمد لله. بس. شو؟ ماشي. شو بدك تقولي؟ محل ما بناخذ شيميو في محل واحد وبس، هو النافيام وبس. بس شيميو هونيك. الوجع شي مش شيميو؟ ما بوجع، الحمد لله. مثل المي، بس ابيض. شو سليم؟ خبريني، قد ايه بتحبي دكتور بيتر؟ كثير. كثير؟ بتخافي شي لما تروحي على المستشفى؟ ما بتخوفي المستشفى؟ برافو. بس هنجي في المستشفى. ما بدنا نجننا. وانت شو اسمك؟ ريتا. ريتا. ريتا خبريني، لما بتروحي على المستشفى بتكوني خايفة ولا بتروحي بتنبسطي لانه رح تشوفي دكتور بيتر؟ ما بكون خايفة. قد ايه بتحبي لدكتور بيتر؟ كتير. شو بيقول لك بس روحي لعنده؟ شو بيقول لك؟ كل شي منيح. كل شي منيح. بغنجك يعني مثل البابا. هالقد بتحبيه مثل البابا؟ برافو. تنشوف الاهل. قالت يا ريتو البابا. بس بدي انا وياك هيك بقعد حدك. طبعا بالنسبة للولاد شفنا انه مش ما بيخافوا او ما عندهم هالمعاناة مثل ما عندهم الاهل،
بس قد ايه بتخف المعاناة لما بيكون الطبيب هالقد مريح؟ مبدئيا اول شيء الانسان كانه من الاهل ولا من الطفل، ساعات بيكون الطبيب هو عاطي الرياحة النفسية لحاله، بحس بطمأنينة تجاه المرض اللي هو عم يواجهه اي انسان اللي كان. فالدكتور نون الله يطولنا بعمره هو بي الكل بينا، وهو القيم مع علاج وشفاء هالاطفال اللي عم تمرق تحت ايدي بحكمة الله وبحكمته. نشكر الله. شو ميزاته مدام؟ كيف هيك ولادك بنتك عم تحسيها عم ترتاح بالعلاج، يعني خفيف عليها بفضل انه قديش بتكون المعاملة مع الطبيب حلوة؟ الحمد لله سالين ولا مرة قالت انها موجوعة، ولا مرة قالت انه هي منا مرتاحة، ودايما بتقول ما بتقول نزلين ناخد شي، بتقول نزلين عند دكتور نون. عرفت انه منا نازلة على الاوبيتال يعني هي مزعوجة من شي، لا بالعكس. ميرسي. مدام عم بشوف بنتك من غير شر عم بتقول من جنن المستشفى. ايه لانه بالطابع عندهم النرسات والكل كتير مناح وبيعطون جو حلو، يعني مش رايحين على مستشفى، يعني صاروا بيحبوا المستشفى يروحوا عليها. واكيد دكتور نون بضحكته عطول وبالثقة اللي بيعطيهم ياهن وبالاشياء اللي بيعملها وبيقدم لهم ياهن عطول بيكونوا عطول مبسوطين. شو الله. مدام خبريني بس رأيك مع بنتك، قالت ما بيخبرها الا كل شيء حلو. قديش هيك مهم العناية بالولاد وتدليلهم كأنهم ولاد الطبيب؟ ايه صحيح هيدا الحكي، ومش بس بيهتم بالولاد حتى بنفسية الأهل. عرفت كيف؟ انه لما بيكونوا الأهل نفسيتهم تعبانة بس يتلقوا الخبر وهيك كمان حتى بيهتم بهيدا الشيء. في شيء يمكن بعد ما حدا قاله، انه دكتور نون مش بس عنده جمعيته بيهتم بالولاد، يعني حتى اول ما نفوت نبقى عطلانين هم حتى التكلفه، لانه في ناس ما عندها اسيورانس، عندها بس ضمان. الحلو بدكتور نون انه بيقول لهم ما تفكروا بالتكلفه، التكلفه علاجي وصلت معه لدكتور نون، معلش اسمح لي اقولها، دفع من جيبته لعده اشخاص وقدامنا صار هيدا الشيء، لانه بيعرف انه هالعيال مش قادره تتحكم، وكان مش بس من جمعيته من جيبته دفعه وتكلف على هالشيء. نشكر الله عليه وعلى كل طبيب اصلا بلبنان عم بيهتم هيك بالولاد. قد ايه يعني بتخفف عليكي معاناة لما بتكوني مرتاحه مع الطبيب مع المستشفى؟ اكيد، وخصوصا انه دكتور مثل دكتور نون يعني ما بنحس انه حكيم، انا بحسه حدا من افراد العائله. عرفت كيف؟ بنتي بتكون تعبانه، اذا تاخر دكتور نون تيجي او اذا رحنا على الاوبيتال عندهم للعلاج وما اجى دكتور نون بتنفقس، بتقول وينه دكتور نون؟ عرفت كيف؟ كتير مهم وجوده بيناتنا، بنعطى الهم الروح بيكون مسافر او مش موجود، ما تتصور قد ايه بخفف عنا. الله يشفيها. ان شاء الله الله يقدم الصحة لكل الاولاد المرضى. يعني هيك اليوم كنا عم نجرب نشوف الاولاد قديش مبسوطين بالكلينيك. انا مني وعلي لما كنت روح عند حكيمي كنت موت رعبة. قبل ما ابلش اوصل هيك من اول المنطقة لنوصل على العيادة وانا عم بيجعني بطني ومغص و... دكتور نون نحن رح نودع الولاد لحتى انا وياك نروح على البيت نكمل حياتك بالبيت هلا، مش بس بالشغل بالكلينيك. هلا شفت الاهل وانا بشكرهم على كل محبتهم هني والولاد، وانا قلت لهم يعني كل الاهل مثل ما قالوا كلهم انه نحن حدهم بكل المراحل، يعني المراحل الطبيه، المراحل الاجتماعيه والماديه للي منه قادر. هلا اكيد هذا كثير صعب وما في، بس هلا الحمد لله عم تشوفهم لانه قطعوا بالمرحله. بالاول بتشوف وجوههم اول ما نعلن هالخبر مش هينه، بس نحن الجو، وانا بشكر كل الاكيب معي المرضى والرزدانيه والحكمه والمستشفيات اللي نحن فيهم، انه حقيقه عم يخلقوا جو انه هالاهل والولاد، خاصه الاولاد، نحن كلنا للولاد الاهل ونحن، انه يكونوا مرتاحين. لانه اذا الواحد مش مرتاح وعنده بلوكاج، يعني عم يرفض العلاج او عم يرفض يجي على المستشفى، هون خسرنا نص العلاج. يعني مثل ما قالوا لك انه ما مش كانوا رايحين على المستشفى، يعني انه صايرين جايين نلعب. وصحيح بخربوها للمستشفى. انا رح احضر حالي بخربوها. انا رح احضر حالي واتركك تودع اولادك. اوكي. <تصفيق>
حكيم هيك بيتك فيه التاتش تبع الفنانين؟ اكيد عندك في اهم شيء البيانو نعم. يكون موجود لانه انا بعزف بس خففت شوي مع عجقه الشغل وهلا بنيت ثلاثه بالكونسرفاتوار يعني الصغيره بعد ما فاتت بس الكبار بالكونسرفاتوار بس ثلاثتهم كمان بالبيت عم يتعلموا كمان مع كل فقره بدك تغير ثيابك مثل الفنانين او لانه لا ليك هلا انت بتعرف كنتوا معي قبل انا كنت بالمستشفى كنا بثياب الحكيم هلا بالبيت مش انه بس انه هيك اريح جينز وكول وانتم عنده بالبيت حبيت كون بالجينز 100% انا وياك بهالفقره رح نراجع سيره حياتك بكثير هيك من الديتايات حتى نفهمك اكثر نتعرف عليك اكثر خلينا نروح انا وياك هلا هيك بالخيال على مشمش خبرني هذا الطفل بيتر اللي مدلل من اهله كثير ليش هالاهتمام يعني بين اثنين اخوه ثلاثه اخوه صح بعد عندك صبي خي اللي هو الاستاذ المحامي بول وعندي بيريت وبولا كلنا اول شيء هيك تتعرف فكره الاسامي نحن من منطقه مشمش اللي هي حد مر شربل نحن محظوظين ان جيران القديس والدير العظيم عم تحكي عن عنايه مشمش حد عنايه ومر شربل نحن هو مر شربل الجيران وبتعرفوا انه مر شربل توفى بالمحبسه وكان ناسك بالمحبسه اللي اسمها مربطرس وبولس صحيح مش هيك بالمنطقه عندنا بمشمش عنايه لحفد اهمج في كثير اسباب بتلاقي كثير بطرس شربل وبطرس وبولس ومارون لانه دير ناس بتسميه مر شربل بس هو اسمه دير مرمارون عنايه صح هو اصلا دير مرمارون فبتلاقي كثير هالاسامي خاصه بطرس وبولس لانه في المحبسه انت لهيك سموك بيتر انا اسمي بيتر وقليلتا كان بعمري حدا اسمه بيتر بالانجليزي يسموه بيير يعني مثلا بيير بالمنطقه او بطرس بالعربي يعني بالعائله عندنا في كذا بيير نون وبطرس نون ومش بكل العيال كل عيال مشمش في نعم. كل بيت في بيير او بطرس واكيد في بولس او بول ونحن سابنا خي بول انا بيتر اختي بييريت واختي بولا يعني كلنا ب 29 حزيران عيد مار بطرس وبولس عيد المحبسه عيدكم كلكم انا لا بيتر مش بطرس او بيير صحيح لانه ما كانوا يسموا بالانجليزي من زمان يسموا بالفرنسي صار في عمو لبي كان اسمه اكيد وقت خلق هون من 150 سنه بطرس ومن اللي هاجروا من على امريكا وهنيك برزوا لمعوا عمل طبيب وحتى وصل عمل نقيب اطباء فتره وصل لمراكز كثير عاليه بالطب بامريكا كان عايش ببوسطن واكيد هنيك بامريكا غيروا له اسمه من بطرس لبيتر فهو توفى بأيار سنة اللي أنا خلقت فيها بأيلول يعني أنا بعد ما توفى بأربعة أشهر خلقت فراح بيتر إجا بيتر مشان هيك كمان أنا حكي. الله يطول بعمرك هل بيتر شكله بالجان بياخد الطب إيه؟ ليك كمان لأنه كانوا معلقين فيه قريبنا كلهم لبيتر وأنه لمع وكتير اسم كبير وقتها كان يجي على لبنان كمان حتى بخبروني يعني أنا مات قبل ما أنا خلقت أنه استقبال وزراء ونواب واستقبال على المطار أنه كان حدا عظيم بأمريكا مهم. ومهم فأنه بالعائلة أنه وقتها توفى قلت لك أنا إجا الاسم زيته وبعدين انه من انا وصغير انه بده بيتر مش بس رد الاسم على البيت لازم يعمل حكيم لازم كمان حكيم فانا بالنسبه لي يمكن لشي 10 سنين مفكر ما في مهنه تانية بالعالم غير طبيب يعني كل الناس حكى معه شوي انه لانه ايه بيتر يعني حكيم حكيم يعني بيتر ففاتت براسي والحلو اني حبيتها لو ما حبيتها كارثه يعني اكيد ما كنت قدرت كملت ولا نجحت براسي وما حبيت بس انه انا لفتره انه لا ما في شيء ثاني شو بدي اعمل حكيم او اللي كمان اهلي هون ذكرتها قبل شوي انه بس كانوا جدا رافضين مع انه بي شاعر شاعر ايميل نون وهو وصل بالنقابه كمان لمراكز عاليه بس انه انتو انا واخواتي اربعتنا بيتنا كان بسن الفيل على الصالومي نعم سيقب شانسنا بالشتويه بالصيفيه بالصيفيه بمشمش شانسنا حلو انه المعهد الموسيقى الوطني لزقنا فشخه فكلنا اربعتنا جبرنا ندرس موسيقى كلنا بدكم تدرسوا موسيقى تعملوا موسيقيين بس هيدا ما بيكون عملكم يعني
انه مش بس انت لفتره ما كنت حابب يكون انه انت تكون فنان مغني مطرب. انا هي بخيالي براسي ببالي انه بحب الفن وبدمي واشتغلته فتره انا وحتى عم بدرس طب يعني مع الكونسرفاتوار. اشتغلته على اي صعيد يعني؟ اشتغلته على صعيد كنت بالكونسرفاتوار بعدنا بلشين بالكونسرفاتوار واول سنين الطب يعني كنت يعني شي 19 20 سنه وكانت الرحاب نصر في اتصال نحن وياهن واندعيت كون بالكورال تبع الرحاب وقتها بصيف 48 حلو بكازينو لبنان. وبتطلع على المسرح معهم ولا بس يومية. بتسجل الاغاني؟ لا سجلنا على 6 اشهر بقينا نسجل باستوديو بعلبك رزق الله ايامه. حلو. وكمان كان بسن الفيل حد حدكم كمان جاركم استوديو بعلبك. وانا بقيت بسن الفيل هلا احنا بسن الفيل للاسف استوديو بعلبك هذا حضن كبار المشاهير اكبر اغاني حرام ما يكون متحف هيدا ما بعرف شو صار فيه جد حرام ما يكون متحف يعني مرقت فيه صباح فريد الاطرش فيروز ما بعرف كله الكبار المشاهير العظماء كلهم سجلوا فيه مزبوط فاندعيت كنت بالفرقة أنا وأختي الكبيرة بيريت وكنا بالكورال وسجلنا وبقينا كمان نمثل بالمسرحية على المسرح وأنا إني شانسي كان حلو إنه كنا ننبسط وصغار إنه حتى عندي دور كان دور سوليست أكيد صغير بس كان عندي دور غنيت سولو بمسرحية الرحاب لصيف 40 من أجمل مسرحياتهم وبقينا شهور وسنين على المسرح بتعرفوا صيف 48 كتير طولت انت من هونيك تعرفت على غسان صليبا الاستاذ الكبير ورجع كمان سندك بالجمعية انه غنى معك اغنية لحتى تروجه لكيتس فيرست مزبوط انا بعرفه لغسان من صيف 48 وصرنا اصدقاء ومنشان هيك يعني انا عملنا انا ويا جيو ومين حدا يعني دجا بشكره كتير بس هو العمل الإنساني دغري بتواضعه غسان حب يعمل من كلمات وألحان كمان الكبير سليم عساف وتوزيع داني حلو عملنا غنية ما في مستحيل عندي أمل عندي رح بتزول الشدة حكيك يا طبيبي رجع للغفو عالم خندي عندي أمل عندي رح بتزول الشدة حكيك يا طبيبي رجع للغفوة عالم خالي أيام اللي عايشة حلوة ومرة تحملها حاسس بوجعك صدقني نار بتحرق مطرحها أيام اللي عايشة حلوة ومرة تحملها حاسس بوجعك صدقني نار بتحرق مطرحها وما في مستحيل لكن كل شي بيده للعالي القدير ساكن عيناي بارك ايديا هو بيقرر وحده بايده المصير ذكر انه نحن صغار لكن هو كبير فغسان بتواضعه بحبه لكمان للعمل الانساني انه قبل يسجل ديو معي يعني انا مني فنان اوكي بيعرفني اني بغني ودارس موسيقى وهيك بس انه يقبل ينزل بفيديو كليب وغنية مسجلة ومصورة مش هينة كنت ترتل بكورال الكنيسة أكيد. نعم وين بأي منطقة كمان بالضيعة بالسيدة بسن الفيل بالسيدة بسن الفيل وبمر شربل شو بدك تسمعنا هيك ترنيمة هلا للعذرة كنت ترتل للعذرة عندك تعلق كبير بالعذرة جدا بتشوفوا ببيتي في كتير عذرات من كل كيف ما برمت على كل حيط في عذرة يا مريم والبكر وفوقتي شمس والقمر وكل نجم بأفلاك السماء سرى بأفلاك السماء
تسلم هالصوت. ثانك يو. والعذراء تباركك وتبارك عائلتك. ثانك يو. اذا بدنا نرجع على مشمش او سن الفيل، طفولتك كطفل صغير ما كانت صحيا كثير منيحه. لا. خبرني هيدي الظروف اللي مرقت فيها، شو كونت بشخصيتك؟ شو الافكار اللي زرعتها فيك؟ انا سخنت انا وصغير، يعني عشت عينيت شوي شو عم بعينه مرضاي، مش سرطان بس عملت روماتيزم قوي كثير، وهلا تطور الروماتيزم صار له ادوية كثير. بوقتها كان متعب ومخيف مرض القلب، وبيسبب مرض القلب وسبب لي انا شوي. وكمان كان جربه الاهل مهووسين على حمايتك، حمايته ممنوع امشي ويورموا اجري وما بعرف شو، ابر دايم، وعشت سنين بالرعب. يعني اكلت ابر الاكستانسيلين مثل ما انا اكلته، ابر وادويه لا نهايه، ما في اصعب من وجعهم هون، بوجعوا كثير ومعاناه دائمه بفحوصات فهيك بتذكر انا اهرب من البيت بيتنا عربي، ما بدي اعمل الابره اهرب واركض برا ويلحقوني الجيران ليجيبوني على البيت. يا ويلي شو صعبين، الحمد لله خلصنا منهم. بس كان متابعه دائمه وشافوني كبار الاطباء وقتها، ولانه برموا في اهلي عند كل شيء، في حكمه ما خلوا مستشفى جامعي ما خلوا حدا. وهيدا اذا بدك لعب بشغلتين، اول شغله انه تغنشت كثير انا وصغير، دللوك دللوني اهلي والقرايب كلهم، انه بيك بيك عمك لدرجه يقول له لبيك ليش هير ولا هالصبي، اي اي انه بالنسبه لوقتها انه اوف هيدا الغنج كثير مش مقبول يعني. بس انه ما ليش اخذ هالانطباع؟ يعني كانوا تصرفاتك حدا تصرفات ولد مدلل؟ لا ما كنت انا اوحي، بالعكس انا بتعرف كنت ازعل يعني نفسيا وقت اشوف انه هلا بفكر فيها اكثر بكثير، انه ودائما بقول لهم للاهل ما تدللوا المريض على حساب اخواته، لانه الا ما ياثر فيهم للاخوه انه طبيعي ظلموا وتركوا. انا كنت شخصيا مش انه الدلالي يعني ايه انبسط قدام اصحابي يمكن مدلل، بس لاخواتي بالعكس ازعل، يعني ما احب انه ياما ايام مثلا يجي كادو لالي اخواتي لا، او انه انه هيدا انه الولد ما بيفهم انه عم يعاملوني انا هيك لاني شو ما شيطانت ما يعاقبوك بس بيعاقبوا اخواتك، المعاقبه وكل شيء، وانه دائما انتبهوا على خيكم، انه الولد ما بيفهم انه عم ينتبهوا لخيهم لانه مريض. انا هالشغله كنت زعلني، مش انه اخذها افانتاج على اخواتي، ابدا ما كنت حبها. حلو يعني، من غريب انت وصغير عندك هذا الحس العاطفي تجاه، ما حب ابدا يفرقوني عن اخواتي. وعم اقول لك هاي الشغله حلو انه حرمتك من مراهقتك، يعني ما عشت مراهقه مزبوطه، ما لعبت، ما منعت من كل شيء سبور، ما كنت ممنوع اعمل كل هالقصص. عم اقول لك هلا بتطلع انا انه ما بقى نعمل هيك مع مرضانا لانه روماتيزم. نعم. بس عم نحكي من سنين انه اكيد كان الطب غير طريقه واقسى وفي خوف اكثر، فمنعت من كل شيء. انا ساعات سبور ممنوع اروح عليها، الصف ممنوع اطلع الدرج، انه انه هيدي العزله كثير، يعني بقى اشوف اصحابي. يمكن ما عم اقول لك هيدا سيف ذو حدين، الدليل ما نزعني لانه بالعكس كان عندي خوف انه ما بدي اخواتي يزعلوا، ومن ناحيه ثانيه يخليني اكون مبسوط قدام اصحابي وهيك، انه ليك انا انه اللي بدي اياه بحصل عليه. وشغله ثانيه المرض منع عني كل اكتيفيتي سبورتيف، يعني كنت حب شوف اصحابي بفتره الرياضه رايحين يعملوا تنس، رايحين يعملوا حي السبور، انا ممنوع طلعت ما بعرف اعمل شيء منهم. قد ما لحق حالي على كبر ما لحقت، بس هالشيء خلاني غوص بالموسيقى. لانه الموسيقى ما بتطلب مجهود جسدي، هيدا الوجه الايجابي كان للمرض. مزبوط. يعني العزله اللي انعزلت عن انك تلعب مع الاولاد وتظهر وكل هالقصص والشقاوي اللي بيعملوها بسنين المراهقه، اللي انت انحرمت منها، حرمت منها. ويما ايام مثلا حتى رفقاتي بس هي قوتك بالموسيقى، اللي سائلين انه ايه ما بتعرف مثلا تعمل هالشيء او تطلع اكيتاسيون او ما بعرف شو، كنا بالمدرسه شو اكثر شيء هتوك فيه يعني انه انت ما تعمله مثلهم، انه مثلا وقت سبور انت مش او ما بتلحقنا بالسبور او شيء، انه يخلوني اعمل شيء. والظهرات مع الصبايا لا ما بيمنع انه كنت بس انت حبيت بس بصف الستيام يعني كنت عم تنغرم منك هي الغرام الصغير يعني. أو لك لأنك عاطفي جدا، يعني المرض خليك تكون أكثر عاطفي. إيه أكيد إيه، بس عم أقول لك إنه غصت بالموسيقى. وقتها كانوا يهتوني ما بتعرف تعمل هيك، أنتوا قل لهم ليش أنتوا بتعرفوا تلعبوا بيانو أو صوتكم حلو بتغنوا أو بترتلوا بالقداسات اللي برايم قداس إذا بدك، قداس الاحتفالي بمرشربيل.
انه هون ما خليهم ياكلوا لي راسي بس انت ازعل من هون جوا. انت مميز فيهم ايه ازعل من جوا يا ريت فيي اعمل هالاكتيفيتي بس ما كان في موبايلات وواحد يبعث مسج لحبيبته وكذا انت شو تعمل بهالوضع تليفونات ارضي ورسائل مكتوبين ايه انه بصفوف صغيره كيف تعبر يعني ايه انه هيك اصحاب ورفقه ودغري الواحد يفكر حاله غرام يعني بصف الستيام والحب الاول تعيد فيها على كبر اوف بصفوف بتعرفوا بالمدرسه واختفينا فتره رجعت ايه شفت كثير منهم الرفقه اللي قطعوا بالمدرسه منهم ايه ومنهم لا باش تهرب الحديث شو الرفقه اللي قطعوا عم بحكي عن الحبيبه الاولي اول حبيبه التقيت فيها يمكن ايه جابي التقيت فيها مره كان عندها حدا مريض وانا حكمته اوف رجعت عبرت لها عن مشاعر الطفولة لا صرنا نضحك على حالنا كنا صغار كل واحد صار عنده حياته وعائلته واختفينا سنين ما بعرف شي عنهم هيدي الفترة خلتك تكون إنسان حساس بيتعاطف مع الآخر هيدا نفعك تكون طبيب ما بيتطلع بالطب كمهنة بيتطلع فيها كرسالة إنسانية ما في انا اقول هالشيء بس اكيد ممكن ايه لانه انا عشت المرض قلت لك بمرضين مزمنين يعني وزعجوني نعم. الربو والروماتيس انه عشت اكيد غنج ودلال من ميل نعم. وحرمان كبير للقصص الحياتيه اللي بيشوفوها الاولاد من نعم. ميل بيقولوا اللي بيدرس طبيب او بيكون شاطر كثير بالمدرسه ودريس وحفيز حدا مش سوسيابل ما بيكون اجتماعي هو طفل بيبقى من الاولاد المنعزلين بحبوا الدرس كتير هالفكرة مزبوطة ولا خاطئة؟ ايه في كتير كانوا يدرسوا بس انه الكتاب والهيدا والصفحات بس انا يمكن ما عندي اياها لانه عندي الموسيقى بدمي من وقت الخلق انه انا هيدي كان انا بشوف حالي تسليتك تسليتي وحتى يعني عم قلك انه انا بالنسبة لي ما كان في مهنة بالحياة الا الطبيب وهلا اسالني شو بتعرف تعمل شيء ثاني ما بعرف كون شيء غير طبيب ومن ناحيه ثانيه الموسيقى كانت بدمي وياما ايام بالحلم شوف حالي على المسرح انا شو عم بعمل بس ايه على المسرح عم غني والناس عم زقف انه الموسيقى كثير والغنى بحياتي نحن عم نحكي عن فتره طفولتك عم نحكي كيف عم تنشا بالجامعه كيف كان بيتر مون؟ ما في شيء اوفر يعني كنا مع الاصحاب وكان كثير انا ببني صداقات وصداقات بتبقى يعني هلا بتضحك على الناس اللي بيقولوا ما عندهم اصحاب ورفقات يمكن انا سوسيابل وهيك بعد اصحابي اللازم بعدهم من ايام المدرسه وقتها كنا بالفرير والمراسال ومن ايام اول سنتين بالجامعه هدول بعدهم وعدد مش انه واحد يعني عندي مجموعة أصحاب كتير قراب علي وبعدهم من 30 سنة حلو حافظت على الصداقات جداً 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 وهلأ صاروا أيام العيال يعني صارت عائلتي مع عائلة أصحاب اللازم أصحاب والولاد مع بعضهم أصحاب إنه مش إنه أصحاب بتمرق وبتروح أصحاب القدم من المدرسة عم قلك ومن أول سنين الجامعة مش قليل في منهم رفقوك بالجامعة طب؟ إيه ما اللي بالجامعة طب بس لما كانوا صغار وكملوا معك مثلا ضليتوا على نفس الخط على نفس الطريق في منهم راحوا طب بس مش اللي اقرب شيء عندي اثنين بعضهم من ايام المدرسه لا مش اطباء نعم المهندسين اثنين ومن ايام الجامعه اكيد طب لانه كنا بالجامعه طب بس عم تقول لي عن الجامعه شو كان عندي شيء مميز كان عندي شيء مميز اكيد كنت شوي دوخه اصحابي مني انه انا ريفانش على الحياه الزريبه بالمراهقة ومراهقة وقت الجامعة انتقمت ايه عملت ثورة بالجامعة قبل الظهر وبعد الظهر عشية بالكونسرفاتوار وبالليل بالمسرح ما حدا عايش اللي انا عشته انا ليلية يومية جامعة كونسرفاتوار مسرح حدا عم يدرس طب اللي لازم يضل فاتح الكتاب 24 10 سنة يتطلع انا عملت ثلاث قصص بهالوقت كانوا ينبسطوا اصحابي كثير بالجامعة وقت يطلع لي كروتة انفيتاسيون ما كان يطلع لنا كل فترة للممثلين وأعزمهم انه واو كانوا اولاد انه عم نحلم انه نروح على الكازينو ونحضر رحابني انه ايه كنت اعزم كل رفقاتي على فكره هيدا انجاز يعني انت ضليتك بالخط الراقي
ما انحرفت بسنين المراهقه، ما عملت اللي بيعملوه الشباب، ما يعني سهر والكول ما بدخن وما بشرب وما بتدخن يمكن هاو كمان لانه اصلا اهلي ما بيدخنوا وما بيشربوا وفاتوا براسي وان بلس لاني سخنت كله كان ممنوع وبدي اكل انتبه لانه مع الكورتيزون ممنوع الملح ممنوع السكر شو اللي بتندم انك ما جربته بسنين المراهقه او بشبابك بالجامعه؟ لا كنت بحب يكون عندي يكون الحس الرياضي اكثر اللي منعت عنه وعكبر بطل لك جلادي 100%. سجلت كليبات اي ما صورتهم سجلنا أغاني باردون وما صورتهم سجلنا صورنا كليب واحد اللي هو مع غسان صليبا ما في مستحيل نعم. إن كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع داني حلو وإخراج داني فارس صرنا عاملين 5 أغاني لكيدز فيرست للجمعية نعم بعد ما تصوروا بس سجلوا كلهم استوديو في نعم. منهم نازلين على اليوتيوب حتى بس مع صور أولاد من الجمعية يعني ما تصوروا فيديو كليب صوروا نعم. انه عم نحط ما انه الغنية عم تقطع مع صور للأطفال من جمعيتنا نعم. بحب اذكر الشعراء والملحنين الكبار كلهم هذا كله تطوع. عمل تطوعي طبعا عمل تطوعي بلشنا مع منير عساف وهشام بولوس تعاملت مع الكبار من الملحنين والمؤلفين وقلنا تاني غنية سليم عساف تالت غنية رواد رعد وسعيد حديفي دكتور سعيد حديفي بعدين نزار فرانسيس ولحنا رواد رعد وآخر غنية عملناها السنة كمان منير بو عساف وبلال الزين يعني كلهم أسامي أكبر أسامي بالبلد عم بيكتبوا ويلحنوا لأكبر مغنيين حلو وكان عندك حلم دايما أنه كمان تسجل ترتيل مؤخرا مؤخرا سجلت ترتيلي دايما مش صرت مسجل بصوت على اليوتيوب عندي ياهن بس مش كفيديو كليب مع صور المسيح أو العذراء عندي 6 ترتيل سجلتهم ترتيل معروفة يعني للميلاد وصرت مسجل 4 تراتيل للألام يعني أنت شباب. بتعيد غناء تراتيل معروفة معروفة نعم كتب لي ترتيلتين بس بعد ما سجلتهم نعم قديش بهمك يعني يكونوا كل إنسان بيسجل شيء بحب أنه يكون منتشر معروف عم بيشوفوه الآخرين انت بتسجل لحديت هلا وبتضب على جانب لا نازلين كلهم على اليوتيوب الأغاني لا الأغاني مش كلهم صار نازل 3 وهلا بدنا نشتغل على 2 الباقيين وبدنا نبلش نحضر وحده للسنه بدك تعمل شيء خاص لك مش تعيد غناء اغاني كلهم مش لا مش الاغاني لا عم بحكي عن تراتيل رح تعمل شيء تراتيل عم اقول لك لانه عم بشتغل لغنيه للجمعيه نعم سنويا بنسجل نحن للجمعيه مثل ما حكينا وقتها كنا بالكليك وصورنا نعم وحكينا طبعا عن عندنا الحفل السنوي اللي بيعملوه بكل حفل سنوي في غنية الجمعية نعم. اللي أنا بغنيها هلأ كمان حكينا مع كبار المصورين يعني حكين مع سعيد المروق ومع حفظ الألقاب لكلهم بجانب أنه ممكن نرجع نصور كم غنية نعم عم ينحكى بالموضوع بس مشان هيك كغنية خاصة عم بعمل غنية الجمعية التراتيل عم برجع عيد التراتيل الكبير اللي كل الناس بترتلها يعني انه مثل برا بتشوف مثلا بوتي بابا نويل ما في فنان ما مغنيها او وايت كريسمس يعني هاو اغاني وتراتيل لكل الناس الاصوات حلوه تقولا ضروري عم اقول لك انكتب لي ترتيلتين بس بعد ما تحمست انه سجل ترتيلي لالي عم سجل تراتيل معروفين حلو كمان انت مثل بيك عملت يعني كمان طلبت من اولادك انه يتعلموا موسيقى او هن عندهم هالهواية هن بحبوا ايام بيزعلوا مني انه اوف صار ضغط كتير علينا هلا بعكسي يعني لانه انا وقتها قلت لك رحت على الموسيقى اكثر لانه ما كنت عم بعمل شيء ثاني هن عم يعملوا سبور واكتيفيتي وجيمناستيك ورسم وما بعرف شو وفوقهم كلهم موسيقى يعني ايام ببروا مش لانك انت بتحب الموسيقى لازم نعمل بس بحبوا هن تري بيان ونحن رح نسمع من غير شر الصبايا كلوي بسيليا وكلارا نعم عم بيعزفوا بالفقرة الثانية ورح نتعرف عليك أكثر بس من خلال زوجتك حكينا عن الحب الأول بالستيان بس بدنا نحكي عن الحب الأبدي إن شاء الله الله يخليكم لبعض أوكي
اسم الله على كلوي، عم بتقول هي مألفتها للمعزوفة، شيء أيوة رائع. قدي صار لها بتتمرن؟ كلوي إلها شيء بالبيت إلها من شيء 7 سنين بلشت بيانو، وبالكونسيرفاتوار إلها من شيء 5 سنين. ما شاء الله، عاملين عائلة فنية. مدام ران نون انضميتي لقلنا بهالفقرة، لأنه مثل ما طلبنا من دكتور بيتر انه نتعرف عليه هلا من منظارك. اللي بيحكي هو بركي اختلف من منظارك انت. نعم. بس اول سؤال هيك ممكن يخطر عبالي او عبال المشاهدين، مين هي زوجة الطبيب؟ شو هالانسان اللي بتقدر تستوعب غياب زوجها، قلة وجوده بالبيت، حتى اذا قعد بالبيت عم بيرد على التليفونات تبع المرضى؟ مين هي؟ أي نوع من النساء زوجة الطبيب؟ إذا بدك هي جندي مجهول، هي سند، هي حضور، هي سبار، بس بدون ما يكون سبار تقيل، هو بس سبار خفيف. هو حدا بحيط الكل، وخاصة لأنه بيتر لا بلا بيتر بس يكون معنا حضوره أجمل حضور كزوج كأب. يعني نحن مزبوط، يعني نحن عن جد منشتاق نقعد معه، منشتاق بس نكون فرصة بصيفية أو مسافرين بنربحه، بقول له ربحناك. لأنه بيتر كتير كطبيب كتير متفاني، يعني بيجيب معه إذا عنده مريض تعبان بيجيب معه حزنه، معه بيجيب معه الستريس تبعوله. يعني ما بيجيب الستريس تبع المرضى معه على البيت؟ نحن منعيشه هيدا الستريس. يعني أيام لما بيقوم الساعة 3 الصبح بيروح على الطوارئ على المستشفى أو على السوان، يعني نحن منعيش هيدا الستريس ومنصير عتلانين هم وهم المرضى. أول فترة كيف تأقلمتي على هالموضوع؟ تعودت، يعني بالأول كنت استغرب بعدين تعودت. لما حبيتي طبيب شو قالوا لك أهلك؟ هلا انا بالدومين، بس انا مش ما عندي طوارئ، ما عندي ديزيرجانس. بس انا اول شيء حبيت ببيتر، اول ما تعرفت عليه حبيت فيه الانسان. اول شيء حبيت الانسان، حبيت الطيبه، حبيت الشفافيه اللي فيه، حبيت الحضور. واكيد يعني بيتر بلش وكبر، يعني كبر بالكاريير تبعوله، كبر بمحيطه، كبر بقلبنا كمان. الله يخليكم لبعض. قبل ما انقل اعرف كيف تعرفتوا على بعض، بس حب اعرف منك في شي مره هيك خلص اكتفيتي يعني من هالغياب او هالهموم اللي بجيبه معه على البيت؟ في شي مره تزمرتي، عملتي ثوره بالبيت، شيل الموبايل من ايدك، ما بقى ترد على المرضى؟ هلا ايام انا والولاد بنعمل ستريس، لانه الموبايل يعني كانه المستشفى بالبيت. خاصه اذا في حدا كتير تعبان، بس نحن منتفهم هالشي. نعم. ونحنا يعني كمان منعرف قديه الأهالي بيتعذبوا مع أولادهم ومع. نعم. بيتر. نعم. فهالشي يعني صار عنا تعودنا. تعودنا بتحسي أنه زوجك مش لعلك وحدك. أيه. يعني زوج للكل وأب للكل. خاصة بيتر هو كتير متفاني بالكاريير تبعوله، يمكن زيادة عن اللزوم. كرمال هيك نحنا تعودنا، يعني صرنا كأن نحنا ماشيين معه بهالطريق. ما بتعمل مشاكل هالحياة؟ إذا الواحد بيتأقلم وبيرجلج، لا ما بتعمل مشاكل. كل النساء بيقدروا يتأقلموا، ما في وقت. يعني كل واحد عنده طريقته، بس يعني إذا الواحد بيتأقلم بيقدر يفهم إنه هو الطب رسالة، وإنه هي أونكولوجي بيدياتريك، يعني كانسير أطفال، يعني منه شيء بلاستي، أو يعني هي ديجا السبيساليزاسيون تبع بيتر تقيلة. كرمال هيك نحن بدنا نجرب يكون سند وحضور، يعني ما نصعب عليه أكثر ما هو عنده مهمات صعبة. دكتور بيتر كيف هيك انعجبت بالمدام؟ نحن تعرفنا بعض من وراء زملاء لي بالمستشفى، وفي قربة معهم يعني رين الحدد ورين دانتيست، وإنه جو أطباء وتعرفنا بسهرة وصار الأعجاب. أنت اللي عبرت؟ أكيد. في شكلها هادي كتير، ما بتتجرأ تعبر. ما شكلها من النوع النساء اللي هن بيعبروا عن حبهم؟ لا أكيد، إنه هو بعدنا بالمجتمع الشرقي، يعني إنه أكيد شاب بدها تكون الخطوة الأولى. وهو اختبرتي أما انغرمتي على الآخر بالأول؟ ما عدت شفت سيئات. هلأ انغرمت، وبعدين بصير تكتشف الشخص تدريجيا وبصير تتعلق فيه زيادة 100%.
على مراحل. دكتور بيتر حكيت كتير عن حسناتك، ما جابت سيرة ولا سيئة بفيك. لازم تقول كلمة وما حدا كان محصيب لأنه هي أقل رين أقل من الأولاد. نعم. بنقوا عن قصة السلولار، ولادي صارين انه خاصة صغير يعني كلارا، انه انا ايام بقول يا عمي هالقد زعجها الموضوع، يعني ياما ايام بتقول لي وبنت شفتوها عمرها 7 سنين ما صاروا بعد، انه باب يا ريت ما في السلولار، انه اوف لهالدرجة، انه ايه انه الولاد بيعبروا اكثر اذا رين انه واعي على الموضوع، ودجا يعني تجوزنا بتعرفني انا وين. الولاد بعد ما تقبلوا الوضع بيتقبلوا، بس في ايام بيزعجهم انه اوف مثلا امبارح او اول امبارح مثلا يعني سربت على البيت ناموا، يعني قلت 3 ايام ما شفتهم. نعم يعني سربت هن نايمين مش قليل، يعني هن بدهم يغاروا بالنهايه انه في اولاد مرضى عم بياخذوك منهم. بتعرف مش انه بيغاروا، بيزعلوا انه مش عم بعطيهم وقت كفو. شكت ما انت رأينا احنا بنعوضوا كثير بالسفر، بنسافر كذا مره سوا بالسنه، بنقضي كم يوم فرصه، بكون عندي مؤتمر مثلا بطول كم يوم باخذهم معي، كنا اكثر وقتها كانوا بعضهم اصغر لانه كان يسمح انه يظهروا من المدرسه. هلا بنعمل مشوار بالصيف، مشوار عيد الميلاد، مع انه كم يوم بس، هالكم يوم بنجرب يكونوا انتنس قد ما فينا بس ايه اكيد. ومن ناحيه ثانيه اداء انه الكبار صاروا اوعى، انه بنعرف عم ياخذ هالشيء الجو بينا منا، بس انه دائما بفكروا وقت شفوني هيك انه حرام هيدا الولد كثير تعبان، في امل انه نعم. الله يشفيه او شيء، انه بيعتلوا همهم. هيدي كمان من الايام بزعل انه يمكن ما لازم هالقد يعيشوا الاسى، انه انا اصحاب اولاد اصحابي اللي بغير اختصاصات، يعني بحس انه اولادهم ما عايشين هلا، انا اختصاصي قاسي. مدام شو الاشياء اللي بتأحبتك بدكتور بيتر نون؟ شو الاشياء اللي بتحسي انه خلص لازم تتغير؟ سوبر فول. سوبر فول. بضل مفول. يعني عن جد ايام بدنا نحكي شيء او بدنا نناقش موضوع او ايام ما في وقت. يعني دائما بيزي بيزي. محرومة من انك تكوني صديقته، هيك قصدي. لا نحن اصدقاء بس ما عندنا كثير وقت، يعني تنكون نحن ما عندي انا وقت كزوجي، يعني ما بشبع منه لبيتر لان ما عندنا كثير وقت بنقضيه سوا. الزواج شو غير فيك؟ استقرار اكيد، انه خاصه بهالحياه الصاخبه، يعني قلت لك انا بحب الحياه الصاخبه، من انتقاما من المراهقه اللي عشتها كثير مدلل وعشوائي محمول من اوضه لاوضه، انه قلت لك بلشت باول سنين الجامعه 100 شغله مع الطب اللي عم اقول لك، اللي بتذكر الله يرحمه الاستاذ منصور رحباني انه كيف عم تدرس وروح على المسرح معي كتبه، يعني بحب الحياه الصاخبه. بلشت باول سنين الجامعه مع المسرح والكونسرفاتوار والجامعه وكفيتها لهلا، يعني انه هلا انا بعدني بكذا مستشفى، انا بمستشفى الروم، مستشفى جايفي، ومستشفى المعونات، عندي عيادتي، عندي الجمعيه. فيك تقول انك مقصر تجاه زوجتك؟ هلا مش عاطي الوقت الكفو، بس انه كل حكيم هيك. شو بتقولي انت؟ لا انا بقول رسالته هيك لبيتر واختصاصه صعب. انت عم بتغنجي الكلمات. لا انا بتفهم، انا بتفهم لانه العلاقه الزوجيه اذا ما فيها تفهم من الميلتين ما بتمشي الاشياء وما بتكون ناجحه. انت اكثر عم بتحطي تقلك على الكاريير تبعك وعلى اولادك. مزبوط، لانه انا بقدر اعمل الافيه تامبون، يعني الوقت يلي بيتر ما بيقدر يكون متواجد معهم، بكون انا متواجده معهم على الكور تبع الموسيقى، على الكور الاكتيفيتي، على كل الاكتيفيتي بكون انا معهم، حتى لهن يحسوا انه في حدا من الاهل عم بيرافقهم. كل الصبايا من غير شر علمتيهم الموسيقى كمان، هيدي بالوراثه بالجامعة. مع هيدا بتروح عيادتها هي كمان لأنه عندها كاريرة، مع الكاريرة طبيبي. والولاد فولت أنا كمان، يعني لأنه الوقت صاير كتير قصير. دكتور الحزن شو غير فيك؟ أي متى بتبكي؟ كل ولد ببكيني، ماني ما بخاف، يعني وفي أيام حتى الأهل يعني بشوفوني دمعت قدامهم، ماني من إنه ماني حجر وماني حائط. حدا مات على إيدك؟ أكيد في. كيف تتخطى هذا الحزن؟ باختصاصي في موت، بدي يكون يعني انا وقت نقيت اختصاص سرطان، يعني بدي اعرف انه في موت. مدام كيف بيجي على البيت بهيك حاله؟ بيكون كثير حزين،
يعني منجرب انه ما نعمل عليه ولا ستريس ولا سؤال، لانه بنعرف كيف بيكون الوضع. وبعرف من بيتر اذا عنده حدا بالسوان وكتير تعبان وبيكون كتير متعلق فيه، فبيكون عم بيرافق الولد وعم بيرافق الاهل. وبيكون في كتير حزن اذا فارق البيبي. بيبكي قدامك او قولك حس الذكورية بيمنعه؟ لا، اذا زعلان وبيدمع بنعرف انه كتير زعلان ومتضايق. نعم. الغنى شو غير فيك؟ الغنى ايه؟ الغنى يعني الشام. بغني لك على فكرة؟ ايه بغني لك. يعني انت تطلبي منه؟ خي عن جد هيدا الوقت لقلي بيكون. هيدا مونيكي. يعني بس نشوف بيتر قاعد على البيانو عم نعم. بغني او عم بيرتل ترتيلة، سي ان مومون دو بونور عن جد كتير مننبسط فيه. نعم. حدا من الاهل بيحملك مسؤولية موت ابنه او بنته او طفلته؟ لك الحمد لله هلا انه بتصير وعم تسمعوا انه بالبلد قد ايه صايره، صار كثير في للاسف يعني بدي اقول انه شرخ بلبنان، مع انه هذا ما كنا نشوفه من زمان. العلاقه بين كل الاطباء والاهالي هلا بتحس صار في دو كان من وراء القصص او هالاعلام عم بحسسنا هالشيء، انه دائما الاهالي ناطرين يتشكوا على الحكمه، ودائما الحكمه غريب هيدي موضه كانت موضه، دائما الحكمه بيشيلوا مسؤوليه المرض بحطوها على ظهر يعني شفنا عده حالات، ودائما الاعلام بخبر عن قصص بعد منبسطوا الاعلام بعد ما القضاء يعني دغري اكد اذا دائما عم اقول لك في جو ما كنا نعيشه قبل كثير بشع، شرخ بين الناس والاطباء. الحمد لله انا معي قليل. نعم. مع انه انا باختصاصي اكثر من غير اختصاصات في اسى وموت وناس ما تتجاوب على العلاج، بس يمكن لانه كثير موجود مع الاهل. نعم. مش بس الوجود الجسدي، يعني الوجود انه انا بيعرفوا حي الوقت بدقوا لي موجود، حتى لو مسافر بيودوا لي واتساب بحي لساني بجاوب، موجود اجتماعيا وماديا وانسانيا وكل شيء، فبيعرفوا عملت كل اللي بقدر اعمله. يعني اذا صار في وفاه او عدم تجاوب، الاغلبيه الساحقه لا ما بتحملني المسؤوليه، تتفهم، وبالعكس بيكونوا حدي. وياما اهالي صاروا معنا بالجمعيه اولادهم ماتوا، وانه وقت يشوفوني زعلان هن بيجوا بيغمروني، نحن بنعرف انه خسارتك باولادنا مثل خسارتنا فيهم. نعم. بس اكيد بيطلع لك كم حدا، بس الحمد لله العدد كثير قليل، لانه كان بعد فيك تعمل شيء وما عملته. نشكر الله. الايمان شو غير فيك؟ كل شيء، كل شيء. لو ما عندي الإيمان ما بقدر كفي، لأنه دايما عندي هالتساؤل الكبير، لأنه أول سؤال بيسألوني كل أهل أصيب أولادهم بالسرطان إنه وين الله؟ كيف الله بعت لولد عمره 3 سنين سرطان؟ عندك جواب؟ بقول لهم الله يمكن بكرة بتشوفوا بعيونه الشفاء، بتشوفوا الطريق أكيد ما نهيني، بس سؤال جاوب عليه هيك واضح. ما بعتقد ما حدا عنده ما جواب. بعتقد الكهنوت والإكليروس عنده ما حدا جواب. بيعرف حكمة ربنا يعني. مزبوط. بنشان هيك أنا بقول لهم يمكن أنه مرحلة وبدنا نقطع فيها، الله بده يرسخنا بالإيمان أكثر من وراء معاناة، ما في الدنيا بلا معاناة يعني. نعم. بس أنه ولد صعبي، لو ما عندي إيمان أكيد ما بتحمل هالشي، لأنه أنا شو قصتك مع العذراء؟ غرام. العذراء بتشوفوا كيف تعلقت فيها هالقد؟ العذراء ما بعتقد ولا مسيحي مؤمن ملتزم ما عنده غرام بالعذراء، يعني انه هي كل شيء، هي حياتنا، هي القدوه. تطلبها وقت تكون عم بتعالج ولد اموره مستعصيه؟ انا عم بعمل خزعه يعني. الاهل حتى الاسلام بينبسطوا مني، وحتى عندي مرضى مسلمين اكثر من المسيحيين. نعم. وكثير بحبوا في ايماني، لانه بيعترف ان كل انسان مؤمن حتى من الدين الاخر بيلاقي انه هيدا انسان طالما بخاف ربه يعني هو حدنا. فأنا قبل ما أعمل حيالله خزعة أو حيالله علاج أو جاست نحن بنسميه، بقول يا عذرة. نعم. أنه بكون عم شكل الولد أو بعطيه علاج كيميائي أو ما، بقول يا عذرة. لا لا، حتى من كل الأدوية بتحس إيدها معك؟ أكيد. بتحسيها مدام أنه هي سيدة بيتك، سيدة عائلتك؟ أكيد أكيد، بنحس بالبركة الحمد لله بالبيت دايما. نعم. وبحب زورها بكل يعني، نحن معودين بنسافر كتير سوا ومع الأولاد، يعني حتى معودين وقت نكون الاحد بحيلا بلد اكيد مسيحي في كنيسه، انه الاحد نروح حتى لو لغته ما بنفهمها نروح نقدس بكنيسته ونشوف جو القداس فيه، يعني انه بامريكا باوروبا وين ما كان رايحين مع الاولاد. وين حجيت لمزارات العذراء؟ كلهم، لورد، فاطمه، وميدجوريه.
رايح عليهم كلهم. لورد رايح شي خمس مرات، رايحين انا ورين ورايحين مع الاولاد كلهم. فاطمة رايحة وحده، كان عندي مؤتمر ببورتو بالبرتغال وقلت ما في مجال، وصلت على البرتغال بدي اروح على لازم نزور العذراء. ميديغوريا رحنا سوا، كنا بعدنا مجوزين جديد. شو عطتك ميديغوريا هيك من انطباع روحي؟ ورتلت هوني يعني طلب عرفوا اني برتل، قلت اليوم علق على خشبه بالكنيسه. ف الله يبارك فيك. ميرسي. قد ايه هالايمان هيك يعني بتقدر تعكسه للاطفال، بتقدر تعطيهم ثقه بالله لاهلهم، تقدر تعطيهم سلام؟ هيدا يمكن الايمان، وانت سمعت الاهالي يعني قالوا لك انه في عنده سلام وفي عنده بسمه دائمه. ما بعرف الله منين بعث لي اياها، مع انه بكون ايام قلبي محروق، بس ما لازم الاهل يشوفوني قلبي محروق. لانه انا حيلا شيء تعب علي او حزن، لانك انت بتعرف خبر معاناه الولد قبل اهله. اي بده ياثر عليهم اذا بيجوا يشوفوني حالتي حالي، كلهم بصير في احباط. نعم، لان هن عندنا عدد كثير كبير. بيتر من قوته بيعطي القوه للعائله، اكيد للعائله وللمرضى، تيقدروا يوقفوا عن جد بوش كل هالصعوبات، تيقدروا يوقفوا على اجريهم ويتحملوها. نعم. ويستوعبوها. دكتور بيتر، اذا بدك تقول لها باردون لمدامتك على شو؟ الوقت القليل بطيوليه، بنرجع نفس الشيء، لانه غير شيء يعني بجرب هلا الماده منا شيء، وانا اصلا حكيم مني ماده يعني مني كثير انا نشكر الله تابع مرضاي بالماده، وهن بيقولوا لك وبيحكوا انه نشكر الله كل الناس انه ايام ما بنعرف كيف بيعيش انا ما بيقبض منا، بس انه كتر خير الله يعني انا انه قادر اكفي عائلتي، ما بحرمهم من شيء بس من الوقت اللي معهم. عشو بدك اياه يقول لك باردون؟ ما بجرأة، بس بدك تفتحي قلبك هلا، هلا عندك فرصة تقولي بدك اياه اللي خبيتيه. ما 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 فكري باردون على شيء معين. لا، هو حدا بيعتذر اصلا اذا اخطأ؟ كل واحد منا اذا اخطأ بيعتذر. لا مش الكل، في اشخاص ما بيحسوا حالهم غلطانين ابدا، دائما معهم الحق. لا اكيد اذا الواحد حس حاله مش غلطان ما بيعتذر، بس انه اجمالا اذا بقلب الكوبل يعني في صار نقاش او توضيح، يلي غلطان بيعتذر، عنا مشكلة. مين بيستوعب التاني أكتر، أنت أو هو؟ أنا. أنت؟ إيه. وأنت اللي بترجعي بتراضيه؟ أيام إيه؟ ما بنختلف كتير. ما في وقت نختلف، يعني وين عم نشوف بعض. لا بس حتى يعني ما عنا هالمشاكل يعني. يعني الحمد لله إذا الكوبل والزواج مبني على أساس قوي، يعني حيالله رجال ومرأة بيقدروا يختلفوا على اشياء ويكون في وجهات نظر مختلفة. انتي مرأة independent، مستقلة ماديا، مستقلة بالكارير تبعك، عندك ثقافتك وعندك وعيك، بتحسي انه المرأة لازم تكون هيك مثل ما انت عم بتعاملي زوجك؟ يعني هيدا اللي حضرتك عم تحكيه هو الزواج التقليدي تبع امي وامك، انت بعدك ماشي عليه، هذا الكلاسيكي. فيها تكون عندها الكارير تبعولها وشخصيتها وحضورها، بس لازم تحس حالها انه هي يعني بقلب نطاق الكوبل، ما فيها تكون انه مستقله. هي لا، هي مره متزوجه، هي عندها حضورها وشغلها وحياتها وجماعتها، بس لازم تكون عارفه انه هي في نطاق الزواج لازم تكون ملتزمه فيه. يعني برايك لانه الكنيسه بتقول هيك، الحياه الزوجيه الصحيحه. نعم، لانه اذا نحن بدنا نفكر كيف تزوجنا وكيف سر الزواج بالكنيسه، لازم يكون مع بعض. يعني نكون كل واحد عنده يمكن الاستقلالية تبعوله بشغله أو بحضوره أو بستيله، بس بالنتيجة الكوبل هو بيجمع. نعم. أنا بس بكل الأحوال يعني أنا ما بحب نحن تعودنا، خاصة أنا من جيل كانوا أمات أصحابي ما تشتغل، أنا معود أنه المرأة أمي بتشتغل، كانت معلمة، يعني المرأة عندها كيانة وعندها استقلاليتها، أنا هالشغل بحبها. فتشت يعني على صورة أمك بزوجتك؟ لا ما بتشبهها. بس انا بحب الام، ما بتشبهها بتصرفاتها وحنانها وحبها وعاطفتها وكل هالقصص؟ بلا، هيدا ما عم نحكي عن الشكل، اكيد مش بالشكل، حتى بالكاركتير. كل واحد شخصيه، ما في ام عندها حنان وعاطفه، هيدا مش كاركتير، بس كاركتير امي غير كاركتيرين، ما بيشبهوا بعض. في ناس بيبقوا في شيء قرب، نو دو كاركتير، كل وحده كاركتيرها حلو بشيء، انه بس كاركتيرين مختلفين. يعني ما في ناس، لانه رجال بيفتشوا على الكاركتير انه مرته تشبه امه، ما بتشبه شيء بامي ولا امي بتشبهها، انه كل وحده
منفصلة وإندبندنت عن ال. نحن نشكرك على هالمشاركة الحلوة. أنا كمان بشكرك. أعطيتي صورة مثالية للزوجة اللي مثل ما بيقول الإنجيل يعني الزوجة الخاضعة بمحبة وهو اللي حاضن زوجته كما المسيح حاضن كنيسته نفس الشيء. مرسي بوكو، مرسي على الحديث الشيق. مرسي بوكو. معطيات الحلوة. رح نختم هالفقرة كمان مع الصبية الصغيرة كلار. كلارا. نشوفك ايه عم تعمل شيء بالمطبخ اللي مش صايره اللي مش صايره بحياتك مش انه ما بحب بس انه ما انه انت لو جيت مره على البيت وما لقيت مرتك كانت بعيادتها ايه مثل هذا الاحد طلع على بالك سلطه دفروي شو بتعمل ما بيعمل ما بيعمل بس هلا بتعلمك هيدا الاحد مثلا راحوا هن كان في جناز وراحوا كلهم ولا حتى البنت اللي عندنا رحت تفتش شو في بيتسخن بالمايكرويف لانه شو لقيت ما كنا كنت جايب لحمه بعجينه اعمل بنهار سخنته سخنته وقضيتها ايوه حتى انت الضحك قد ايه بدي اعرف على المايكرويف قد ايه بدي احطه مشان ما بتعرف ما بتعرف تعير المايكرويف صار فيك اخذت معي شي ساعه لا هالقد تحت هلا للقطعه مشان الأوقات اللي بتجي هيك فيها بك تعمل سياستا بعد الظهر وإن شاء الله بتصير هي ما عم بتصير معك نهائياً طلع عبالك شيء هيك فواكت قمت عارف تحضر المدام رح تعلمك وتعلم المشاهدين كيف بيعملوا سلطة فروي على طريقتها إيه لك بس أقول لك رين أول ما تجوزنا ما كانت كتير مطبخ ونحن حكيبي بيت طيب أكيد إيه ونحن بيت كتير كتير أنا اجتماعي وعندي ضيوف وكنا وقت نعمل عزايم دائما نجيب دليفري يعني إنه من محلات مرتبة أكيد بس إنه الغداء يكون دليفري دائما تريتر مش دليفري يعني تريتر شوي 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 بلشت هيك بيوم من الأيام ما بعرف كيف رين قررت إنه حبة تهريج انا بدي اطبخ في مثل لبناني بيقول بدك تكسب بدك تكسب بزوجك يعني ما بيطبق علي ما بيهمني الموضوع طعمين ما بنو بيتر صاحب بالاكل لا لا ما بيهمني الاكل مش هو اللي بيغريني ف ال قامت وقررت مره عنا عزيمه شو قالت لي ما تطلب التريتر انا تسأل حدا جيبت... امك مثلا لا لا مش اما اصحابي من سويسرا ومن فرنسا بلشت تتعلم منهم طبعا الاكل الاوروبي وبعدين هي شوي هلا اصحابنا بيتقتلوا تيطلبوا منها رسالة ايه انه وقت نكون عنا عزيمه انه رين تطبخ فرجينا شو 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 بتعوزي للسلطه دفري حتى اليوم مش كثير يعني بس تعمل سلطه دفري مع كثير قصص بس ما فكرنا انه انا ممكن بدك تدعي على الكفوف انا معود مثل الشيف تبع المطبخ لا, لا انا معود على الكفوف لانه نحن بنستعملهم بالمستشفى ايه كل يوم بس هاو كفوف كثير صغار لانه عقياس ايدين مرتي يعني مش لالي لانه بتشوفوا انه ابدا هن ستاندر على فكره ايه هون؟ ايه ما هي لا مش هيك بنستعملها شو لازم لنا مدام شو بدك تعلمي لك؟ سلطة دفري سريعه نعم لانه اجمالا فينا نزيد بعد اناناس ومانجو هيك بس بدي وقت لحتى ورمان ورمان بس بدي وقت تحضرهم فيك تخلي بس فيك تخلي اليمين ما رح تشتغل بالشمال بس دقت كيف اشلح القوام بالنهار قد ايه بالنص عم طلع لك بالطبخ طلع لي هلا بتعرفك بالاول بلش بالجوز فكرت هذا اخر شيء انا مثلا لانه اذا بدنا يا ما اهدرك يا حكيم انت وعم تطبخ هلا كلهم ما في سكر مضاف فريش اورنج جوز وبدنا نبلش بالاشياء يلي بغير لونها اوكي بدك تبلش بالبنان
اوكي فرجينا كيف تفرم هلا. ولاو ايوه هيني هيني انا رح احضرلك الطماط. هي مش صعبه بس عن جد ليك بس تعرفوا الايام الواحد بيضطر يعني وقتها كنت عم بدرس باليوم بفرنسا ايه ما كنت تطبخ لوحدك؟ شو كنت تعمل مثلاً؟ بحطهم هون؟ ايه؟ هلا بتقلي بتقلي بيض مثلاً؟ لا بلشت اقلي بيض بعدين شوي شوي تعلمت اعمل قصص شوي باستا بلقيت باستا هيني ايه تعودت وبعدين صرت وصلت اني اعمل كفتة برز. كفتة برز؟ ايه هلا بلا برز هيدي اكلة امك المفضلة؟ ايه كنت ماما انا بحب الكفتة بالصينية الكفته بالصينيه بس بلا رز لا رز ما كانت تزبط معي تخبص الرز بيخبص ما زبط معي الرز ابدا ما بيعرف يعملوا بعدين صرت اعزم اصحابي الفرنسويين عندي نعم اعمل لهم حمص بطحينه بس اضحك علي نروح اشتري العلبه يعني وهيك خالصه خالصه زد لها شويه طحينه لانه الخاصه هي اذا ما بتزد لها بس امواس تعرفهم يعني اعمل كفته وفي مره جربت عزمت حكى مع اصحابي وين بدي اعمل لهم هلا بتحب مرتك تطبخ على طول بالبيت ولا بتستعين اوقات بالبنت اللي عندكم مثلا لا بتستعين والبنت لانها صايره شاطره لانه بتعرف علمتيها الاكل اللبناني ايه وهي بتعمل لنا ايام وقت يكون عندنا عزايم وقلت لك ناس غرب بتعمل لنا شيء فلبيني بتعمل شيء كثير طيب بتعمل لنا شيء ازياتيك واو يعني اثنينهم بس عم اقول لك انا مش مثل الرجال اللي حواسهم انه جينا وعشيه بدي كاس عرق وهيك ما بيهمني الموضوع وانا اكلي كثير اوكي كلاسيك خلينا نشكل مدام بالبقوه شوي بنزيد الدقه هذا هو شيء عطتك رح اعطيه طوم بعدين رح بلش تعمل الماندرين وحده وحده اي وحده 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 وانا رح اعمل الفريزات الماندرين ما بتقصصيهم ايه لا مش بتحطيها مثل ما هي ما رح اعطيك الميسيون تبع الفريز لانه انا بدي اعملهم اون فلوريت فلوريت فرجيني كيف اتعلمها منك لا انا فلوريت هيدي صعبه ايه فانت كمل بليز بالطعم ورح نحط الفريز على الوجه لا بس هو سائلين وحده وحده ونحن رح نعمل مسطره يعني اذا بدك مش مش الكل على الاخير بس ليشوفوا واذا بدك فيك تقصهم هيك او ماتي فيك تقصهم بنص ال بنص ال رح ساعده انا شوي بال طيب خلينا نحط اذا انه هلا لا اصحابي ولا خلينا نحط اللي طلعوا معك ولا حدا حيصدق هالموضوع ايوه هذا شيء جديد على على اصحابك اللي بيعرفوك انه عندي ممكن... اصحاب عندي اصحاب وحكمة او رجال نسوان حكمة اصحابي اشطر من نسوانهم بالمطبخ نعم اوكي خلينا نشوف الفينال مدام شو رح تحطي بالاخير على وجهن خلينا نكتفي بهالكميه يلا ها فكرنا بدنا نطعميكم بعد ما بتاكلوا ايه بنرجع عم ناكل على رواق طيب رح حط المادرين بسرعة أنا وبيتر فإذا نحن عنا موز تفاح موندارين وعنا فريز وفينا نزيد قلنا أناناس ومانجو وأنا بحب معهم الرمان والرمان حبوب الرمان هلا بيتر رح يعملنا ليمون دو فريز وين بتحط الفريز هلا هلا الفلور دو فريز على الوجه نعم هلا بيتر رح يكفينا بيرون دو فريز لانه على السريع وبيرجع منزيد منزيد لوبيت لوبيت شو بتحطي لوبيت مدام مثل ما بدك على الذوق بتحط يعني حتى لوز زبيب مثل ما شفنا زبيب ابيض فيك تحطي كاجو كاجو فيك تحطي سنوبر حيلا شيء اوكي طيب خلص لكن خلينا نكتفي بهيدا القدر من الانجريديان ونحط الزينة اللي بتحضرتك بتحطيها يلا اوكي بتحطيها بطريقة يعني شوي تعطي هلا لازم يكونوا هن هيك مدورة هيك كلها فراز على الوجه ويعني هيدي مش بس للبيت بتصلح وقت بيكون عندك ضيوف هلا بتعمليها بطريقة كتير بروفيشنال لازم نكفي السرك نعم فراز ونحط على الوجه مسحتين فينا نشوف نفرج المشاهدين الطبق عن قريب ليشوفوا كيف بيطلع مزين بطريقة كتير حلوة مرسي شيف صدقت حالي بيان كلوي تي غوتي يلا مندوق شفت البابا أول مرة طيب ما في أنا سي توا كي افي سا نو سي بابا كي افي سا وي Chloé, tu peux nous amener des bols? Oui. Il y en a des bols, non. Non, c'est pas... Il y avait... Regarde. Manzar rare. لا هيدا على السريع لا عن جد تعملهم يعني هلا لانه لا جد مع انه شغله سهله بس انا هلا تعلمت شيء كثير حلو يعني
حتى بطريقه التزيين تبع الجات. لا بدنا نضيفكم منهم اسمعوا اكيد. هيدا انا ميرسي مدام. يا اهلا وسهلا. ميرسي ميرسي. صور لي خالص مش هيك. لا انه حدا يصورني عم بعمل هيدا للتاريخ. للتاريخ فوتو. حكيم شكرا كثير على استضافتك ببيتك مع عيلتك. عرفنا على جو العيلة البيت بيتكم. تسلم الله يديمك. وميرسي لمريم تي في وميرسي للإكيب اللي معك. عم تتعبوا انتو وان شاء الله الله يقويكم. الله يبارك فيك. وان شاء الله نكون قدرنا نكون خففين الظل على العالم. يعني جربنا نفرجي الطبيب كيف بيعيش حياته ان كان أي. بالكلينيك او بالبيت مع العائلة ومع المرضى. شو اللي ناقصه بحياته؟ شو بدك من الحياة؟ كتر خيره عطيتني أكثر ما بستاهل. أكيد بهمني أنه تكفي تعطيني السلام الصحة لعائلتي ومرتي وولادي وأهلي وأخواتي وعائلتهم ومرضاي. يعني دايما وقت أروح هيك على حيالله بلد بحب دايما أزور كنيسة وأقدم شمعة دايما بذكر هالشي كله. نعم. لو بدك تمحي حياتك وتبلش فيها من جديد شو كنت بتتمنى تكون؟ ما بعرف شي يكون غير هيك طبيب وما بحب رغم كل الأشياء اللي عم بتعيشها بالطب رغم الزعل والحزن على اللي تفقدهم والتعب تقدر كفي لأنه مثل ما قلت لك عندي الجمعية هم على ظهري. نعم. لا ما بعرف يكون غير شيء. واذا شيء ثاني كمان كمان غني. نعم. اذا بدنا نختصر مسيره حياتك والله يطول بعمرك بعد عندك مجال كبير تعمل فيها كثير اشياء تحققها بحياتك شو الحكمه اللي استخلصتها من هالحياه والخبره؟ اذا بقى. انا ما كثير بامن بحكمه وحده او ب انه في كثير قصص في مجموعه عوامل وحكم بتكون شخصيتنا. اي بس انا دائما انه بحب دائما صرت انتبه من الناس اكثر لانه اللي بيوصل بالحياه مع انه وصلت وانعرفت كطبيب وانشهرت من وراء. عندك خوف من بعض الناس؟ ما عندك ثقه فيهم؟ اي يعني صار عندي خوف من الناس مع انه عمل لك شغلي كثير انساني بس حتى بهالعمل في محاربه. في محاربه. في محاربه بالطب. اوه كيف بتواجهها؟ بعمل شغلي بتكل على الله. بس شي بيقهرك يعني؟ أكيد. بيجرحك؟ اكيد. كنت بتتمنى انه يكون الطب عالم نظيف اكثر من هيك؟ ليك في محاربه لانه بكل شيء في محاربه مش بس طبعا بالطب. انه بكل بس شخص عن... يعتبرها مهنه مش رساله رح يصير في محاربه. مزبوط. نعم مزبوط. طيب انا وياك بدنا نقول للمشاهدين نودعهم ونقول إن شاء الله يكونوا استفادوا من خبرة حياة طبيب فنان. هالقد عندك قيام، هالقد عندك رقي، هالقد عندك إنسانية. الله يبارك فيك. شكرا. وأنا وياك بدنا نقول لهم تشاو تشاو. الله يوفقكم.